بتهمة خطف وقتل سائق توك توك وسرقة مركبته الجديدة، قام شخصان بخطف وقتل سائق توك توك وإلقائه جثة هامدة في بركة بجانب بحر البقر بالشرقية. طلع بعد العصر بالتوك توك ومشي، وهو طلع وانا قلبي بياكلني برضو عليه، يعني من ساعة ما طلع وانا قلبي بياكلني عليه. مشي بعد المغرب كده ايه بنص ساعة او بساعة، جرس كامل مفيش حد برد، يمكن راكب المكنة ومش سامع، مشغل التسجيل ومش سامع الجرس، اصبر عليه شوية. وجيت ضربت عليه تاني لقيت التليفون مقفول، اتقفل خالص. بقى احاول تاني مرة واتنين وتلاتة واربعة، التليفون مقفول. هما شاوروا له، ما اي واحد بتوك توك معرض لاي حد يشاور له بيروح واقف، ما هو ما يعرفش ان اللي بيشاور له ده ناوي له على نيه غدر اصلا، بيركب معاه. ومحمد ابني طبعا ما مش في دماغه ان دول هيعملوا فيه حاجه، فشاوروا له راح رجع اتنين، راح راكب قالوا ودينا على كوبري الصحارى، خدهم ما وصلوش بيه، جاب له كوبري الصحارى كانوا هم منزلينه من التوك توك وعايزين ياخدوا منه التوك توك، كلبش في التوك توك، يشدوا فيه من الولا، راح هو بينزلوه من التوك توك، راح ماسك مفتاح التوك توك في ايده وراح نازل من التوك توك. راح ماسك المطوة وراح مديهاله في جنبه، ده في جنبه وراح لويها زي ما انت كأنك بتقور كوسة ولا بتنجان كده، وقاعدين وفيها في بطنه كده، ساب المفتاح وراحوا شايلينه وحاطينه في التوك توك وراحوا واخدينه ورايحين بيه على المكان اللي هو بحر البار ده، وراح في بركة كبيرة كده يعني زي بحر. ينعمل في معز بقالهم يا رب اللي عملوا في ابني كده، ما هو اللي خبط ابني دي لسه طالع من السجن واخد بقولك 10 سنين قاتل، واه هيدخل برضه بسبب ابني وياخد 15 سنة 10 سنين برضه يطلع يقتل برضه. طب ليه؟ ذنبه ايه محمد ابني؟ ولا يعرفه ولا شافه ولا عم، ما كان يقول له انزل ياخد التوك توك. وباع التوك توك ب 3000 جنيه والتوك توك اصلا ثمنه 37000 ونص، ووالده جايبه له قسط علشان خاطر يساعد معاه في المعيشة، وجايب المقدم كمان قسط من بنك تاني. ده ولد طالع يجيب لقمة عيش بالحلال وبيساعد اهله في المعيشه، يرجع لنا جثه؟ حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيك كده يا محمد، حسبي الله ونعم الوكيل فيه ومنتجم منهم ربنا اشد الانتقام. انا مطالبي الاعدام للناس ديت عشان يبقوا عبره للناس التاني، ما يعملوش حاجه تانيه مع الناس تاني. تبينت ردود افعال مواطني الشرقيه بين مؤيد ومعارض لوجود التوك توك كوسيلة مواصلات. أول هم التكاتك دي فتح بيوت، أي نعم، مع الناس المحترمة، وفي عيال بلطجية، عايزين نمنع البلطجية دي. معترض على موضوع التكاتك؟ أيوة معترض، وأنا عندي متنة أولع فيها دلوقتي ومعترض، مش عاوزها، هتأذيني وتقفل بيتي مش عاوزها. أنا عاوزين نمنع الناس اللي بتسرق التكاتك وبتشد الشنط من الناس. يعني أقول إمبارح قالب توك توك من سبب واحد بيشيل شنطة من واحدة. بنطالب الحكومة التوك توك اللي مش يترخص ما يشتغلش، لان التكاتك دي اللي جايبه المصايب في الدنيا، هي اللي عامله المصايب دي كلها في الدنيا. توك توك اللي يركبه راجل عاجل متسن يعرف يتحاسب، لان برضه ان عيل صغير يركب توك توك واحد اكبر منه بلطجي يسرقه وياخده يذبحه زي ما حصل قبل كده، ده برضه خطر. بيخطفوا بنات يغتصبوهم، بيخطفوا اطفال، بيبهدلوا الدنيا، بيمشي يشربوا مخدرات،